بعدما استحدثت الحكومة اللبنانية مركزاً لعمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية من أجل متابعة الأوضاع الصحية في لبنان في حال تطور التصعيد العسكري عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى حرب قد تتجاوز الجنوب اللبناني، مناورة صحية نفذتها مستشفى بيروت الحكومي تحاكي الكفاءة والجهوزية لمواجهة مثل هذا الاحتمال. بإشراف وزارة الصحة اللبنانية، اختبر مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في بيروت استعداداته لإسعاف الإصابات التي تنجم عن أي حرب قد يتعرض لها لبنان. نحن بالوقت الحاضر أولويتنا الاستعداد لأي حرب بتصير، لأي جريح بيجي، هاي أول أولوياتنا. حتى نحن عم نحاول قدر الإمكان، صرنا من يوم اللي صارت القصة شوي حامية، ما نستقبل كتير مرضى بيتأجلوا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أنها تجري التحضيرات اللازمة لمواكبة التطورات العسكرية في سائر المستشفيات الحكومية بالتعاون مع المستشفيات الخاصة. اليوم وزارة الصحة اعتمادها مش بس على المستشفيات الحكومية، اعتمادها على المستشفيات الحكومية والخاصة بالشراكة سوا لمواجهة هذه الأزمة. أكثر من 30 مستشفى حكوميا تنتشر في لبنان، وتقول وزارة الصحة إنها تستعد لأي طارئ رغم أزماتها المالية المتفاقمة. منظمة الصحة العالمية كانت قد سلمت وزارة الصحة اللبنانية مساعدات طبية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح تحسباً لأي أزمة صحية قد تحدث في حال نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل بحسب بيان الوزارة. ويليام عزام، الحرة، بيروت.